نيويورك سيتي. طب نيويورك خلاص صداع بوردن، معنا انا ما بتعد على طول من بوردن للسعودية، ناول شي تعب، ثاني شي ستيب باي ستيب نقرب كل شوي لين ايش عندي. رحت الويلكم سنتر سألتهم وش افضل طريقة اروح فيها تايم سكوير، قالوا عندك شتل $19 واصرف لين هوتيل، عندك القطار، القطار فيه نزول وركوب نزول وركوب فقروشة وهذا $80، عندك لفت واوبر، لفت واوبر $90 $80، رحت $19 هذا قاعد انتظر بعفشي. عملت فلوج حق الوداع اخر يوم في بورتلاند في مطار نيويورك. لا بعدي في الغرفة، الله في الصورة طلع كبيرة. لاني واحد ما معي أحد. حلو سجن. إيش يعني ما نشوف يعني ليش؟ نايس. والله يا أبو ناصر فاصل خلاص ما يبغى النوم. ووك. إيش الوضع؟ كان وضع نومه ساعة ساعتين. راحت. صح صحنا الحين والله قفل الجوع، يلا يلا خلنا ندور ناكل. وش ذا العالم وش ذا الزحمة والحر والرطوبة هنا ذكرني بمكة الله يشرفها، والله يا عالم وخياس وحر. عجبتني لوحة ماكدونالدز تقول معرض باليه ولا هنا ما تغلقهم لحظات نيويورك. And say hello to New York City. شوف الناس تمشي على حق سياكل. طبعا هذا كله من كثر الزحمة. الله 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 الزحمة. And say hello to New York City. And say you love New York City. And say you love New York City. طبعا من جيت حد الان ما في اي احد يتكلم انجليزي، كلش بلغه الاشاره هنا، بس والله العالم كلهم تصوير. هذا يصور، هذا يصورون، انا اصور. جلسه هنا رايقه. واضح اني تعبان، والله واضح اني مره فاصل. يلا نكمل الفلوق بكره، وغالي نوم زي الناس. اخذنا البروتين حق بكره الصباح ان شاء الله. طبعا امس جيتها في الليل، لكن مره هذا جيتها في النهار، عشان خلاص اخذتهم على تايم سكوير. امس زحمه مره زحمه، في النهار اخف شوي، لانه حر. هاي. Hi, how are you? Huh? Picture. No, no, I'm good, thanks. دورون فلوس دوارة. ستر يا ورع. هذا الباص اللي كل شوية أشوفه، من كثر ما أشوفه قلت بركبه. هذا المكان اللي جيته أمس، شوفوا كيف فاضي اليوم، أمس في الليل مرة زحمة. صور لكم بالليل وصور لكم بالنهار. أبي أحد يصورني، فإلا أصور نفسي. الوضع روقان، وناس قاعد يتشمس، لأن تحت تنزل الشارع كتمة، هنا شوي على الأقل طالع فوق، هنا بس. كان المكان مرة حلو لكن مرة حر. يا شوف. راح ندور مطعم الحين ناكل منه. هذا اليمن. كويس إني جيت نيويورك قبل ما أرجع السعودية، لأن الحر هذا أتوقع إنه حر السعودية. اقرب مطعم بافلو. ايوه تعال يا بوي. نيويورك حبيتها بكثرة الناس اللي فيها، اول شيء صعب انك تتعامل مع الناس، ما ادري يمكن عشان تايم سكوير بس كلهم سياح، واكثرهم ما يتكلمون انجليزي، وفوق على كذا رايح خياس الجو رطوبة وحر. ما شاء الله، وين ديد يو جو تو مكة؟ I go 2013 in
9 days I'm here. MashaAllah. And Ramadan, my friend, they get the car. Happy to meet you, man. Inshallah. Yeah, I'm glad. Thank you. And what's your name? Mishari. Mishari. Yeah. From Trinidad and Tobago. I live in New York for 40 years. How do I find it? I'll give you my channel. ومطر ورعود وابو ناصر في النص ما يدري ايش يسوي. ما تتوقع ولا 1% بينزل مطر. تروشت والله ترويش. Alright, thank you. طبعا يقول لك عشان تحط صورتك هنا واحدة في اللوحات هذه الإلكترونية تدفع تقريبا $1,000,000 مدة 4 أسابيع. يعني إذا تبي تصير مشهور دبل لك $1,000,000 يا مدير، 4 مليون ريال يحطون صورتك هنا. طبعا أي واحد حط صورة وإعلان هنا تعدي $1,000,000 بالراحة. خلاص فاضل الساعة الحين 3 الفجر والناس طربانة ومبسوطة وبشكلة صحيت الليل صحيت الصباح تلقى عالم موجودة في كل وقت وغاني وطرب ومالشي. يعني هذا مطعم بخاري هذا 101 شباب. هلا بالبخاري شكله مره حلو والله. Everybody has shaitan. Muslim has done. Glad to meet you. Nice to meet you, my friend. Thank you so much. Great guy. Good luck with your education. Thank you. Back home safe. الله وبصاعد راعي المطعم واسع صدري صراحة. أنا أعطاني خصم لأن مسلم. What's your name? Yeah, my name is like Muhammad Jalo. Muhammad Jalo. Yeah, first name Muhammad, the last name Jalo. ما شاء الله ما شاء الله. انك مسافر لين تجرب المواصلات حقت المدينة اللي مسافر لها كده تحس بجد انك مسافر. وانا اول مرة اشوف شيء في امريكا ببلاش، السفينة هاي تركبها ببلاش. حلو، هذه ما نقدر تجي صدافرها الا بالسفينة. والله الدريشة هنا اوه جاد، هذا اقرب شيء اقدر اشوفه من هذه السفينة، لكن باقي السفن الثانية توصل لين هناك ان شاء الله بلحق عليهم. ابشركم a big respect of the King Abdallah, peace of his soul. King Abdallah was a good man. King Abdallah is somebody of peace. People messed up too. The guys are putting. Is he here? Yeah, over there. Should we wait till 7 or right now? No, you get your ticket and tell your boat is over there, secret line. شرفت معرفتك. المزر والله في قلوبنا. حبيبي الله يخليك. We're on the way to New York City. Take my hand and see.
Manhattan ever looks so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and sail out to New York City. الله على الأجواء، أجواء الليل جميلة. خلصت الرحلة الحين ننزل، والله الشعب طربان فوق. طبعا إذا تبي تروح التمثال الحرية نفسها تطلع الكراون هذه حق اليد، تطلع فوقه لازم تحجز قبلها بستة شهور، كان أكثر الناس يروحون يدورون حالة وخلاص. الله الله إلى النور، ما أدري إيش السالفة هذه، تلمسها الظاهر تشتغل. الله هلا كده طبعا تلمسها ها تشتغل. أبا يا الحبيب. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. والله المطر هنا يجحفل الناس كذا فجأة. شوف العالم الناس زابنا هنا. طبعا مستغل المطر يبيع تيشرتات للناس، الناس كلها متبللة. والحين ان شاء الله رايح السعودية، شعور جميل، شعور صراحة لا يوصف. بروح اشوف امي، بشوف اخواني، بشوف ربعي، بشوف بيتنا، بشوف حارتنا، واشوف السعودية بعد ما تغيرت. 3 سنوات ما رجعت السعودية، يعني اقسم بالله شعور غريب، ما تدري تصيح تضحك، شعور ما يوصف. اذا حصلت لك البعثة ابتعث، لا تتردد، فرصة مرة حلوة. راح تتعلم كل يوم شيء جديد، كل يوم لك في البعثة راح تتعلم شيء جديد. لا تفوت فرصة الابتعاث، تعرف على ثقافة جديدة، تعرف على لغة جديدة، راح تقابل ناس اشكال والوان، كل جنسيات، من كل الثقافات، من كل الاجناس، يعني ناس مختلفة. راح تقابل السيء والكويس والمنافق والكذاب، راح تعرف كل شيء. الابتعاث يعلمك كيف تدرك الدنيا، فإذا حصلت لك فرصة ابتعاث لا تفوت فرصة هذه أبدا. أفضل شيء في الابتعاث إنك راح تكتشف نفسك، راح تعرف عن نفسك أكثر، تعرف شو تحب وش ما تحب، تعرف تكره وش ما تكره. صدقني راح تغيرك للأفضل. فرصة الابتعاث في ناس كثير ضيعها وفي ناس كثير يستفيد منها، فخلك من الناس اللي يستفيد منها. فكرت أسوي فيديو عن تجربتي في الابتعاث مدة 6 سنوات. إذا حاب إنك تسمع التجربة أو إنك تبي نصايح أو شيء زي كذا اكتب لي في الكومنت تحت. إذا شفت في ناس ودها إن أتكلم عن هذا الشيء راح أتكلم عنه وراح أسوي فلوق كامل عنه. الفلوق الجاي راح يكون في السعودية بإذن الواحد الأحد. خلاص مع السلامة يا أمريكا. يا الله والله شعور غريب. What's your name? John. John. Hey, nice to meet you. Good luck in your country. Thank you so much. That's my first time and I'm scared, eh? وإذا هنا وصلنا إلى نهاية رحلة نيويورك. أتمنى إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطيني لايك وشير سبسكرايب. وكان معكم أبو ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.